والجهاد والكفاح، بحبنا لطلعة الصباح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح. حقيقة هذه نعمة أنعم الله بها علينا، أنه إحنا نكون يعني تخرجنا يكون في جوار أشرف الخلق اللي هم من عترة محمد وآل محمد، سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأخيه أبا عبد الله الحسين. 14 سنة هاي دراسة، 16 سنة أثنيت حياتي لخدمة أبا عبد الله الحسين وفي خدمة الإسلام. جاهدت طول حياتي وأنا أباوع أنه على الإنترنت شلون العتبة العباسية والعتبة الحسينية تسوي مشروع تخرج كل سنة للطلبة، وهاي أثنيت حياتي أنه حتى أتخرج وأنجح في سبيل أن أشارك في هذا اليوم المقدس. أولاً نشكر الله تعالى سبحانه ونشكر الأئمة المعصومين على هذه إتاحة جميلة طبعاً، وشعور لا يوصف في هذه الفرحة كوننا طلبة خريجين في هذا المكان المبارك وهو أطهر بقع على وجه الأرض. سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن، حيث العراق لا فراق للسنا. مشاعر لا توصف ولا أقدر ولا تقاس بأي صفة من الصفات الجميلة، لأن كللنا هذا التخرج الجميل بحرم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وبحرم أبي الفضل العباس عليه السلام. شعور لا يوصف، يعني شعور قمة الفرح وقمة الجمال وقمة الروعة بصراحة، يعني شحكي قليل الكلمات وقليل الأحرف. طبعا مشاعري في قمة الفرح، في قمة السرور، في قمة الفخر أن أنهي حياتي الدراسية والأكاديمية في هذا المكان المقدس. علمنا سلاح به التجاة تزاح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح. وهان اليوم احنا نقف أمام جدي أبا عبد الله الحسين نهدي تخرجنا إلى صاحب العصر والزمان، ونسأل الله أن يعجل في فرجه الشريف. طبعا نهدي هذا تخرجنا وهاي رسالتنا وهذا علمنا في ثواب صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه. أهدي تخرجي وثمرة الدراسة الأكاديمية إلى سيدي وملاي صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك يا سيدي وملاي صاحب العصر والزمان، رحمة الله وبركاته. لا نحدد المصير وما لنا في كوننا نظير. صراحة كان تنظيم جدا جيد وممتاز، يعني أيها السقاء شكرا وافرا، حفلكم هذا بهي وجميل، إننا في نهجكم نبقى نسير، خذوا عهدا نحن فتيان الكفيل. نيابة عني وعن أخوان الطلبة أحب أن أشكر وشكر الجزيل وشكر العظيم إلى العتبة العباسية على هذه المبادرة التي تتيح للطلبة أن يتخرجون وأن ينهون حياتهم الدراسية والأكاديمية في هذا المكان المقدس المشرف. سرنا وللآباء في مسيرنا هدى، كيما نكون أنجما تدور في المدى.